بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، أما بعد، فمجلسنا هذا كالعادة مع كتابي فرض طلب العلم للإمام أبي بكر محمد بن الحسين ابن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى، وبالسند المتصل إليه قال رحمه الله: ما جاء في قبض العلم. هذا الباب السادس عنوانه في الأصل فيه طمس، يعني الكلام غير واضح، ولكن الأحاديث الذي أوردها الإمام الآجري إنما هي حول ما يتعلق بقبض العلم، ولذلك فهذا التبويب يناسبه باب ما جاء في قبض العلم. وقد ذكر أهل العلم ورووا في هذا الباب آثارا كثيرة وأحاديث كثيرة، وسيأتي الحديث المشهور الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا إن ينتزعه من صدور العلماء، إلى آخر الحديث. ولكن قد جاءت في ذلك أحاديث، ومنها حديث مشهور ومهم جدا ويورده العلماء في مثل هذا الباب، وقد رواه الخطيب الفقيه المتفقه وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، كما رواه الإمام أحمد وغيره، وهو من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، نظر إلى السماء فقال: هذا أوان يرفع العلم، وفي رواية: أوان قبض العلم. فقال رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله، أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله؟ وقد علمناه أبناءنا ونساءنا، وفي رواية: وقد علمناه أبناءنا ونساءنا وأبناؤنا يعلمونه أبناءه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزياد بن لبيد: كنت أظنك أنك من أفقه أهل المدينة، فكيف يغيب عنك المقصود من هذا الحديث؟ وذكر له ضلالة أهل الكتاب وعندهم ما عندهم من كتاب الله. قال له: هؤلاء اليهود التوراة في أيديهم، وهؤلاء النصارى الإنجيل في أيديهم، وقد ضلوا. فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك، فقال: صدق عوف بن مالك. فإذن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في ذاك الزمان أن هذا أوان يرفع فيه العلم ويقبض فيه العلم، وإذا قبض العلم فذلك أوان قرب الساعة، بل إن من أشراط الساعة قلة العلم
وانتشار الجهل وانتشار الجهل. جاء في بعض الروايات أن عوف بن مالك قال: هل تدري ما رفع العلم؟ قلت لا. قلت ذهاب أو فقلت ذهاب أوعيته. قال: هل تدري أي العلم أول يرفع؟ قلت لا أدري. قال: الخشوع، حتى لا تكاد ترى خاشعا. هذه الزيادة جاءت مرفوعة ولا تصح، وجاءت موقوفة ولا تصح، وجاءت عن الحسن البصري ما مقطوعة عنه عليه، وأيضا في إسناد نظر، ولكن جاء في مجموعة الحديث ما يدل على أن مما يرفع الخشوع، مما يرفع الخشوع. أي نعم. وقد كان يقول العلماء أن ذهاب العلماء هو من تفسير قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وذهاب العالم ثلمة في الإسلام، لأنه ينقص العلم ويتجرأ عليه من ليس له بأهل. قال الأجري: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال أخبرنا هشام بن عمار الدمشقي قال أخبرنا صدقة بن خالد عن ابن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع. ثم جمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، ثم قال: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس بعد، ولا خير في سائر الناس بعد. والحديث في إسناده ضعف بسبب يعني ابن يزيد، والراوي عنه القاسم، وكما ذكرنا كلام الإمام أحمد في هذه السلسلة ما اجتمع فيها علي بن يزيد، وإلا وكان فيها الضعف الشديد. نعم نعم. ولكن في هذا الإشارة إلى الاهتمام بالعلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع، وأن كلا من العالم والمتعلم يشتركان في الأجر، وأما غيرهما فلا خير فيه. من هو غيرهما؟ ليس للعالم ولا طالب العلم ولا المستمع ولا من يطلب العلم ويتعلم ولا من يجلس للاستماع والتعلم، غير هؤلاء لا خير فيهم، نعوذ بالله، لا خير في أمثال هؤلاء. ثم قال الأجري رحمه الله: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس ابن يونس قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويكثر الهرج ويكثر الكذب وتظهر الفتن ويتقارب الزمان. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. وهذا الحديث قد أسنده ورواه الإمام البخاري ومسلم، فهو حديث صحيح، وهذا واضح في أن من علامات الساعة أن يقبض العلم. كيف يقبض؟ سيأتي. ويكثر القتل بغير حق والاعتداء، ويكثر الكذب وما أكثره، وتظهر الفتن وتتوالى، لا تكاد تذهب فتنة حتى تأتي الأخرى. ويتقارب الزمان، قيل يتقارب الزمان على الظاهر، وقيل أن لا يبارك في الوقت، وقيل أنه يمر عليه
فلا يحس به إلا وقد مضى عليه الزمن. نعم. ثم قال لا جري، وحدثنا الفريابي اللي هو من؟ جعفر بن محمد الذي سبق، ها؟ أبو بكر. قال أبو جعفر أبو بكر أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال أخبرنا محمد بن سعيد وعمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر بن بكر قال أخبرنا ابن جابر وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال أخبرنا الزهري قال سمعت عبيد الله ابن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتقارب الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح ينتشر وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال قلنا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. رواه أيضا البخاري ومسلم. قال لا جري رحمه الله وحدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي قال أخبرنا السريج ابن يونس قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. وهذا أيضا رواه البخاري ومسلم واللفظ إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل. فإذا هذا الحديث جاء أبي هريرة وكذلك عن أنس. وقال لا جري حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال أخبرنا محمد بن بشار العبدي ويحيى بن حكيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول من فيه إلى أذني من فيه إلى أذني يعني يؤكد أنه سمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلم لا إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وهذا لفضل العلم وأهله، ولكن يقبض العالم بعلمه حتى إذا لم يترك عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث كذلك مخرج عند البخاري ومسلم. قال رحمه الله لا جري أخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال أخبرنا ابن أبي عمر العدني يعني محمدا قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا. قال الجدي حدثنا أبو محمد يعني ابن محمد بن صاعد قال حدثني الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله بن العاص رضي الله عنهما يقول ابن العاص رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن قبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا كذلك حديث خرجه ورواه الإمام البخاري ومسلم في الصحيح.
أي نعم. وهذا فيه الإشارة إلا إلى أن ذهاب العلماء من أشراط الساعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن آفة العلم ذهاب أهله وترأس الجهال في مناصبهم، فيفتون بغير علم فيضلونهم أنفسهم ويضلون غيرهم. وهذا فيه التحذير من ظهور الجهلة الذين ينتحلون العلم ويترأسون ويتفيقهون ويسودهم الناس فيهلكونهم، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرويبضة، الرجل التافه يتحدث في أمور الناس وفي أمور العامة. والآن ترون في وسائل التواصل اليوتيوب والنت أي واحد يطلع ويحلل مشاكل الأمة، يتكلم في سياسة الأمة وفي مشاكل الأمة وفي مسائل الدين العظيمة التي قد لزم كبار العلماء فيها الصمت وما تكلموا، وإن تكلموا فالكلمة والكلمتين اليسيرتين، وهو يخوض ويعني يصول ويجول، والله المستعان. وإذا لم يخف الله عبد فعل ما شاء، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فذهاب العلماء ثلمة في الإسلام. لا يزال الناس بخير ما بقي الأول يتعلم من الآخر، وما بقي اللاحق يأخذ عن السابق. فأما إذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر فالهلاك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا الستر والعافية، وأن يبقي فينا العلماء ما بقينا. قال أبو الدرداء: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. تعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. والحسن البصري يقول: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء، ما اختلف الليل والنهار. ولما مات زيد بن ثابت جلس الناس إلى ابن عباس في ظل فقال: هذا ذهاب العلماء، دفن اليوم علم كثير. وهكذا يقول أهل العلم كلما مات عالم. وهذا الواجب على المسلم الذي هو حي القلب، أنه إذا سمع بموت عالم أحدث له ذلك في قلبه شيء، لأن ذهاب العلماء ذهاب العلم، وذهاب العلم هو حلول الهلاك على حلول الهلاك على الناس. قال الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء. وقال ابن سيرين: ذهب العلم فلم يبق إلا غبارات في أوعية سوء، إلى غير ذلك من الآثار التي تدل على عظيم بقاء العلماء في الناس. هذا الحديث يدل على أن الله تعالى كرامة وفضلا منه، وكرامة للعلم ولأهل العلم، أنه لا ينزع العلم من العلماء انتزاع. ولهذا أعجب ما أتعجب فيه ولم أجد له جوابا إلى الآن، أن يتجرأ الواحد فيقول في شخص ما هو عالم، ثم بعد سويعات أو دقيقات أو بعض الثواني تأتيه مكالمة هاتف فيقول هو جاهل. هذا من أعجب ما صرنا نسمعه، من أعجب ما صرنا نسمعه. فحكمك له بأنه عالم، هل هو حكم باطل؟ فأنت قد قفوت ما لا علم لك به، أو أنك لم تصل، أو أنك غدرت وغششت الناس. بعضهم تجده يقول فلان عالم،
وبعد أيام لا والله هو جاهل ولا يجوز أن يسأل، وكل ما يأتي منه له مردود. طيب الحديث هذا ماذا نفعل به؟ الله قال لا يقبض العلم من العالم، ولا لا، ولكن يقبضه هو. فأنت كيف قبضت العلم هذا؟ قلت هو عالم ثم رجعت وقلت ليس، قبضت منه هذا العلم، فهذا مخالف لهذا الحديث غاية المخالفة. نسأل الله تعالى يهدينا سواء السبيل. قال الأجري حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حد أخبرنا ابن أبي عمر العدني قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا كيف؟ قال كما تنقص الدابة سمنها، أو كما ينقص الثوب عن طول اللبس، وكما يقص الدرهم عن طول يقص الدرهم ايش عندكم ينقص ينقص هذا هو. هنا قال يقسو يعني ما لكن يمكن له معنى عندكم ينقصوا لأنه هكذا جاءت في الفقيه المتفقين الخطيب البغدادي عن طول الخبي، وفي الفقيه المتفقين البغدادي عن طول المكث. وقد يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهما فيذهب نصف علمهم، ويموت الآخر فيذهب علمهم كله. وهذا الأثر إسناده صحيح. قال جرني حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الشناني قال حدثنا الحسين بن الأسود العجري عندكم هذا ولا لا؟ قال أخبرنا يحيى بن آدم عن عبد الرحمن بن مسعود عن قاسم قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وين يحيى بن آدم إيه قال أخبرنا وكيل نعم وهذا الأظهر، وهذا الأظهر، لأنه يحيى بن آدم في طبقة شيوخ الكتب الستة، ولا يصل إلى المسعودي مباشرة، لا أقل من رجل واحد. نعم. قال قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون أو يبقى في قوم لا يعلمون هكذا عندكم؟ نعم. وهذا الأثر إسناده رجال وثقات، لكن فيه انقطاع بين القاسم وعبد الله ابن مسعود. القاسم هو ابن عبد الرحمن ابن مسعود. نعم. والمقصود هنا تعلم القرآن وتعلم الفرائض جمع فريضة، وهو ما يتعلق بعلم المواريث. لعلنا نقف عند هذا الأثر، نعيده للدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.